السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من داخل مصر وجميع أنحاء الوطن العربي. حلقة جديدة من برنامجكم الصالون الطبي. الحقيقة النهاردة بنتميز بموضوع مهم جدا، وهو زيادة إفراز العرق في اليدين. الحقيقة الموضوع دوت بيبقى مقلق جدا لناس كتيرة، خصوصا لما بيجي يسلم على حد وبيلاقي إيديه فيها نسبة تعرق كتيرة وفيها نسبة من المياه الموجودة في اليدين. الحقيقه بيسعدنا النهارده ان يكون ضيوف حلقتنا في الصالون الطبي الدكتور اسامه يحيى، استشاري علاج الالم. دكتور اسامه، اهلا وسهلا بيك. كمان بيسعدنا ان يكون ضيوف حلقتنا النهارده الدكتور احمد حجاب، استشاري علاج الالم. دكتور احمد، اهلا بيك في الصالون الطبي. الحقيقه الموضوع موضوع مهم جدا، وناس كتيره بيبقى عندهم تعرق في اليدين، وده بيسبب لهم احراج حتى في المناسبات، وبيسبب لهم حتى احراج في التعامل مع الناس، وخصوصا لما بيجي يسلم على حد. احنا عايزين نبدا مع دكتور اسامه، وبدايه كده هنعرف يعني ايه زياده التعرق في اليدين وايه هي انواعه، لان انا يعني واضح كده ان هيبقى له انواع كتيره، وكمان طرق التشخيص اللي ممكن على اساسها نحدد هل فعلا ده مريض عنده زياده تعرق في اليدين، ولا الموضوع موضوع طارئ او موضوع لمجرد فتره زمنيه معينه وبينتهي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو زياده العرق او فرط افراز العرق هو عبارة عن زيادة في إفراز العرق في الجسم أكتر من حاجة الإنسان ليها، أو أكتر من حاجة الجسم لأنه ينظم درجة حرارته. إحنا عارفين إن لما يكون الجو حر أو فيه رطوبة زيادة طبيعي إن الإنسان يعرق والعرق يبقى بزيادة شوية، بهدف إن درجة حرارة الجسم تنتظم عشان ما ترتفعش مع درجة حرارة الجو. جميل. ولكن المريض اللي عنده فرط إفراز العرق ده هوت بيبقى عنده نشاط زايد في العصب السمبساوي، وده بيؤدي إلى إفراز كميات كبيرة جدا من العرق، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الجفاف، وقد تؤدي إلى بعض المشاكل الجسمية أو بعض المشاكل النفسية. فرط إفراز العرق ده هو بيبقى فيه نوعين، نوع ثانوي ونوع أولي. النوع الثانوي هو مش مجال الحديث عنه النهاردة خالص، وهو بيكون ناتج عن بعض الأمراض أو بعض الأدوية اللي المريض بياخدها، زي أمراض الغدد الصماء أو بعض أدوية الضغط أو بعض أمراض الأورام. يعني تبقى الفترة زمنية وبيتوقف بعدها مع توقف هذا العرض، يعني طول ما المرض موجود بيحصل معاه العرق وبيبقى موجود في الجسم بصفة عامة، الجسم كله مش في أماكن محددة. جميل. إنما النهاردة كلامنا عن العرق الموضعي اللي هو بيحصل بالأساس في اليدين والقدمين وتحت الإبط. ده اللي هو العرق الموضعي من أهم أسبابه إن هو ليه عوامل وراثية، يعني العوامل الوراثية بتاعته. يعني هو في الأساس وراثة. في الأساس بنسبة كبيرة في عامل وراثي. تمام. ده بيبقى الطفل اصلا مولود كده، يعني بيبقى حتى مولود كده، عشان كده المريض ممكن يجي لك وهو في فتره المراهقه او في فتره البلو او وهو كبير ويقول لك انا مش فاكر العرق ده بدا معايا من امتى، بس قعد فتره طويله، قعد سنين ناسي الموضوع، مش ناسي يعني في مشكله والناس بيحاولوا يقاوموها او بيحاولوا يعالجوها باي طريقه موضعيه او كده، ولكن بتفشل معظم الطرق ديت في علاج افراز العرق، وده بيمثل مشكله كبيره بالنسبه للاطفال. الطفل بيحصل له بيبقى محرج في الفصل عنده مثلا، زمايله كلهم شايفين ايده، او في الامتحان بتتبل الورقه لدرجه انها ممكن تتقطع الورقه من كتر البلل اللي بيحصل لها. وبالنسبه للكبار بيمثل مشكله كبيره برضو ان هو بيمنع من دخول بعض دخول الكليات العسكريه، يعني دي مشكله ان هو لا، ما هي الحقيقه مشكله حتى مقلقه على كافه الوسائل. تمام. يعني طيب دكتور احمد حجاب، استشاري علاج الالم، كمان الوسائل بقى المستخدمه المعتاده في العلاج، يعني احنا دلوقتي شخصنا المرض وقلنا خلاص ده مريض دائم بنسبه كبيره بيبقى نتيجه الوراثه، فعنده تعرق في منطقه اليدين او القدمين او تحت الابط. ايه بقى الطرق المعتاده اللي هي التقليديه اللي ابتدت الناس كانت بتعالج عليها، عشان هنخش بعد كده على الموضوع الجديد بتاع حلقتنا النهارده. تمام يا فندم. حضرتك العلاج بيبدا بمراهم او بسوليوشن سائل على اليدين او بادويه بالفم او حتى تدخل جراحي، او بعض الزملاء دكاتره الجلديه بيحقنوا حقن موضعيه مكان الحته اللي فيها زياده في افراز العرق. يعني هو النسبه الكبيره الاكثر لو هي عن طريق الوراثه بتبقى عن طريق حاجات موضعيه، كريمات وحقن في منطقه التعرق. لا، هي ساعات هو بيحاولوا يحلوا المشكله في الاول باسهل الطرق، اسهل الطرق ان انا اقول له حط سوليوشن او جيل على اليد، ماده اسمها الومنيوم كلورايد، دي بتتحط بتقلل التعرق لمده يوم، طبعا بزوال اثر الدواء تلاقي التعرق بدا يظهر تاني.
حاولوا يعني نقدر نقول ان هي بتعمل اخفاء للعرض بالظبط، اخفاء موضعي للعرض، لكن اسباب المرض لسه موجوده لسه موجوده، وبزوال تاثير الدواء يبدا يظهر. برضه الاستاذ المشاهدين فيديو عن التعرق في اليدين، فالدكتور اسامه تعلقنا عليه. تمام، ده صوره التعرق في اليدين، وفي درجات كمان اكتر من كده، يعني ده مجرد ان العرق موجود في الايد العيان بيبقى في مقدره ان هو يقبض على اي حاجه، بيحصل بلل كتير في الملابس وبلل في الاوراق اللي هو بيكتب فيها، بيمنع من دخول الجيش او بيمنع من دخول الكليات العسكريه، لو واحد مثلا جزار هيبقى صعب انه يمسك السكينه بالوضع دوت، وزي ما بقول لحضراتكم طبعا صعب ان هو يشتغل اي شغلانه فيها درجه حراره عاليه زي الافران او زي المصانع الحديد والصلب، حتى الاعمال اليدويه هتبقى صعبه بالنسبه له. حتى الاعمال اليدويه صعبه بالنسبه له. كمان لو طفل صغير ممكن يحصل ديهيدريشن، يحصل جفاف، يعني طفل صغير مع العرق الكبير ده يحصل جفاف للطفل. جميل. طيب دكتور احمد، كنا بنتكلم على النساء المعتاده بالظبط. بعد الادويه في ادويه بالفم ممكن ياخدها المريض، وزي ما قلت ساعتك ان بزوال تاثير الدواء يبدا يظهر الاعراض تاني. زملاء دكاتره الجلديه بداوا بيشتغلوا في حاجات موضعيه زي البوتوكس او البوتيولينم توكسين، ده بيتحقن موضعي مكان المكان اللي فيه افرازات زياده. زملاء دكاتره الجراحه بيشتغلوا بثراكسكوب بالمنظار الصدري، بيوصلوا لحد الضفيره العصبيه اللي مسؤوله اللي فيها تهيج. هو كده بيعالج كده بقى الاساس، ده بقى يعالج الاساس اللي هو السبب الرئيسي اللي هو اللي هو وجدوه وراثيا بيزيد ان الافراز، بالذات ان المريض يبدا يزيد عرقه مع التوتر، ما هو نفسه بيقول لما التوتر بيزيد ببدا الاقي العرق بيزيد اكتر من الطبيعي. فهو جراحيا بيوصل لحد الاماكن الجهاز السمساوي اللي داخل الدراع او للساق ويبدا يكويه. تمام، فدي دي الوسائل اللي كانت مستخدمه، دي المعتاده اللي هم بيستخدموها سواء كان عن طريق الحاجات الموضوعيه دي بالنسبه لدكاتره الجلديه، او لو الجراح هيخش يعالج السبب بتاعه. بالظبط كده. طيب دكتور اسامه، كمان عايزين نعرف بقى من حضرتك دور استشاري علاج الالم، وهو تخصص جديد وخصوصا هنا في مصر. تمام. ودور استشاري علاج الالم بقى في علاج زياده افرازات تعرق اليدين. تمام، هو بالنسبه لعلاج الالم دوره في علاج تعرق اليدين والقدمين هو دور مهم جدا، لان دخلت طريقه حديثه في هذا العلاج اللي هي التدخل المحدود. تدخل محدود يعني انا ما بفتحش فتح جراحي خالص، انا مجرد اني بدخل بابره. احنا كده طلعنا على الوسائل المعتاده اللي هي الجراحه، وهنخش على الوسيله الجديده اللي هتتبع حاليا يعني. نعم، التدخل المحدود احنا بندخل مجرد بابره على العصب السمبساوي اللي هو كان بيدخل عليه في الجراحه بالمنظار. تمام. وبنعمل اذابه او تحلل لهذا العصب السمبساوي اللي هو مسؤول عن زياده افراز العرق. تحلل العصب السمبساوي بيخلي الايد تنشف وينتهي موضوع العرق ده تماما من الايد، ونتيجه الحقن ده هو بالتردد الحراري احنا بنشوفه واحنا شغالين. يعني انت يعني بيبقى ظاهر بالنسبه لحضرتك وانت شغال مع مع المريض. تمام، بقدر احدده، انا بحط مقياس حراره على ايده، مجرد ما درجه الحراره ترتفع نص او واحد درجه على الاقل يبقى انا كده العمليه نجحت، وايده بتدفى اصلا ساعتها، لان ما بنحرق العصب السمبساوي بيبدا يحصل توسع في الشرايين او توسع في الاوعيه الدمويه، فالايد بتدفى. الايد بتدفى، الايدين بيدفن بعد التدخل المحدود دهوت. كذلك القدمين ليها تدخل كمان، بس مش في الصدر. احنا برضو عارضين صوره اهي للساده المشاهدين. زي ما شايفين حضراتكم العرق نازل من ايده بل الورقه على الاخر. ده بس دي متهيألي حاله هتبقى يعني شديده شويه في حته التعرق، مش كده؟ ايا هي دي حاله شديده، هو في درجات طبعا، درجات لشده التعرق. طبعا العلاج بتاعنا دون مميز، يعني بينفع في جميع حالات. دي درجات التعرق اهيت، احنا بنوري المريض السكيل دهون او المقياس دهون، هو بيحدد درجه العرق عنده قد ايه، لان ممكن يكون موجود عندي في تكييف فبيبقى العرق في ايده قليل. انا شايف عند اسفل الشاشه كده، لو هيبقى بالنسبه للساده المشاهدين على ايديهم اليمين في نسبه تعرق زياده من اليدين. دي اشد درجاتها، دي اشد درجاتها. واحنا بنلجا للتدخل سواء كان محدود او تدخل جراحي في الدرجات الشديده اللي هم الثلاث درجات اللي تحت دول. تمام، دي حاله احنا عملناها عن طريق التدخل المحدود بالتردد. دي حاله حقيقيه كانت موجوده عند حضرتك في العياده. تمام، دي حاله حقيقيه، في ايد فيها عرق وايد ما فيهاش عرق، لان كنا عاملين. اللون الاخضر اللي انا شايفه ده عباره عن ايه؟ نعم يا فندم، في لون اخضر كده موجود على الصوره،
يعني في زي خضار ممكن لا ده ممكن حاجه حاجه فنيه تمام، انما هي الصوره بالظبط مش كده، هو الـ دي فيها عرق، وممكن العرق نفسه هو اللي عامل الخضار دوت، انما الايد الثانيه ما فيهاش عرق خالص، لان كنا اشتغلنا ايد واحده في المريض دوت. جميل. ده مريض كمان ايد فيها عرق وايد ما فيهاش، كنا اشتغلنا برضو ايد واحده. هو طبعا احنا ممكن نشتغل ايد او الايدين او الايدين والرجلين مع بعض في نفس الوقت، يعني كلها في جلسه واحده. تمام. اللي هي مش متوفره في الجراحه، يعني الجراحه حتى لو اشتغل ممكن يشتغل الايدين بس. حلو. طيب دكتور احمد حجاب استشاري علاج الالم، الطريقه الجديده ديت هل تنفع لكل المرضى؟ يعني حتى لو مريض سكر، مريض ضغط، مريض كبير في السن، مريض صغير، مريض حتى لو كان طفل، هل الطريقه تنفع لكل الحالات ديت ولا ليها حالات معينه؟ قصه ان احنا نستخدم العلاج بتاعنا ده في كل المرضى ده وارد جدا، لان العمليه بتاعتي دي عمليه تداخليه محدوده محتاجة تخدير يا دوبك حاجة بسيطة خالص بنسميها علميا كونشورت سيديشن، أو درجة من درجات المهدئ البسيط مع مخدر موضعي مكان دخول الإبرة. أنا في الحقيقة ما بديش تخدير كتير، مش زي العمليات الجراحية ما بضطر أدي تخدير، وبشتغل بتقنية اسمها وان لانج فنتليشن، أنا بحاول أفضي الرئة من الهواء من ناحية عشان العملية دي بتتم في العيادة ولا بتتم في المستشفى؟ لا ده في العمليات عشان جهاز الأشعة التداخلية. بس انا ما بديش للمريض تخدير. تاني حاجه، هي عباره عن ابره بتدخل لمكان معين، بحدد مكانها بجهاز الاشعه التداخليه، لكن هي اكشوال في الحقيقه هي حقنه، لكن انا بحدد مكانها وبحدد الضفيره بجهاز الاشعه التداخليه، فهي في الاول في الاخر حقن، فنسبه الخطوره فيها تكاد تكون قليله جدا بالنسبه للجراحه. لكن انا بالنسبه للزملاء دكاتره الجلديه بيشتغلوا موضعيا، بيديني فتره علاج فتره مؤقته طول ما الدواء تاثيره شغال. اول ما الدواء التاثير ده يختفي يبدا الاعراض تاني تظهر. فانا خدت ميزه الايه التخصص. انت عارف ان الناس اللي هم بيبقوا كبار في السن ساعه ما بتيجي تقول لهم هتخش اوضه العمليات بيخاف. لا بيخاف. احنا بنسميها دي عمليه تداخليه محدوده او بسيطه، فاحنا بنطمنه جدا. احنا اكشوالي شغلنا بيبقى الزملاء العيال خايفين منه من الجراحه، يبدا يحول عينيه لدكتور الجراحه نفسه، هو اللي يحول عينيه الحاله ويقول لنا اشتغلوا معاها على اساس ان في خطوره على حالته من التخدير. برضه دكتور احمد عارضين للساده المشاهدين صور للساده المشاهدين بتعرض الحالات. دي حاله، دي الصور بتاعتها قبل التعرق، قبل العمليه سوري. احنا بعد العمليه في الصوره اللي بعديها العيانه طبعا مبسوطه جدا بنتيجه العمليه، كان مسبب لها الكلام ده مشاكل نفسيه وفي حياتها، كانت حاله كانت موجوده واشتغلناها فعلا، هي مبسوطه جدا بالنتيجه لانها فرقت معاها، هي بتشتغل في البيت مش عارفه تشيل، مش عارفه تحط دلوقتي ايديها في زياده التعرق ده، الحمد لله ربنا كرمنا معاها. تمام. دي بعد العمليه على طول، دي بعد ما خلصت العمليه، بعد ساعة من العملية. جميل. وده من مميزات شغلنا، ان ساعة واحدة العيان بيروح ممكن يبدأ يرجع لحياته الطبيعية في خلال يومين. في خلال يومين. يومين بالظبط. طب والنتيجة بيحس بيها بعد قد ايه؟ في ساعتها زي ما قلت لحضرتك، دي وقتها. لسه الكانيولا، احنا لسه في المستشفى ولسه راكب لها الكانيولا اللي هي اللي مديناها التخدير الخفيف، فهي لسه النتيجة دي في ساعتها جوه العملية بتتعرض. الحقيقة انت كده يعني حليت مشكلة نفسية كتير للناس، لان الموضوع ده فعلا يعني ممكن يأرقهم نفسيا ويحس فعلا بتعب نفسي، خصوصا مع التعامل مع الآخرين. يعني حتى لو بتتعامل مع اشخاص في مجال عملها او شخص بيتعامل في مجال مدرسته، فبيسبب له الحقيقه من مشاكل نفسيه كثيره جدا. فالحقيقه انا بحييك على الطريقه الجديده ديت، ونتمنى يعني اي حد بيعاني من هذا المرض زياده افرازات في اليدين انه يبتدي يلجا لدكتور استشاري علاج الالم عشان يبتدي يخفف من حالته. الحقيقه دكتور اسامه يحيى استشاري علاج الالم، عايزين بقى نعرف المقارنه العلاج بالوسائل الاخرى. احنا عرفنا الطريقه دلوقتي اللي هي الجديده والتكنيك الجديد، وعايزين نعرف الوسائل الاخرى. طيب انا هستاذنك دكتور اسامه، هنطلع لفاصل ونعود مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبرنامجكم الصالون الطبي. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم في برنامجكم الصالون الطبي، وموضوع حلقتنا النهارده عن زياده افرازات التعرق في اليدين،
ومعانا الدكتور أسامة يحيى استشاري علاج الألم، والدكتور أحمد حجاب استشاري علاج الألم. دكتور أسامة، كنا قبل الفصل كنا بنتكلم عن مقارنة العلاج بالوسائل الأخرى، احنا قلنا طرق تقليدية وكمان قلنا طريقة جديدة، فعايزين النهاردة نقارن الموضوع بحيث ان هو يكون مبسط بالنسبة للسادة المشاهدين، ان يقدر على أساسه يختار هل هو هيكمل على الطريقة التقليدية المعتادة ولا هيبتدي ان هو يشوف الطريقة الجديدة، وخصوصا ان النتائج اللي قلتوا عليها نتائج مبهرة وبتتم على طول بعد مباشرة بعد العملية، بيقدر المريض يحس بالنتيجة. تمام. هو احنا عشان يعني نلخص الموضوع، احنا في ثلاث طرق للعلاج بتاع فرط العرق. تمام. اول طريقه اللي هي العلاج التحفظي، ان العيان بياخد مساحيق او ادويه موضعيه لليدين او للقدمين بيقلل العرق، بس ده طبعا استجابه مؤقته ليه خالص. كمان الادويه دي ممكن تعمل بعض التهيجات في الجلد او بعض انواع الحساسيه في الجلد. في كتير من الناس بيبقى عندهم حساسيه فعلا، يعني بيحط اي حاجه موضعيه او كريم بيحس بالاثار الجانبيه بتاعته. تمام. وبرضه في ادويه بتتاخد بالفم زي مضادات الكولين، الحاجات دي برضه العيان بيحتاجها في بعض المواقف اللي هي بيبقى بيحصل عاده بيحصل فيها توتر، فبياخد ممكن قرص زي البنزوتروبين او بعض الادويه المضاده للكولين قبل الموقف اللي بيحصل فيه توتر ده. ودي طبعا مش هتبقى محسوبه، لان هو يبقى على مدار اليوم ما هيبقاش عارف ان هو يتعرض لموقف معين عشان ياخد قبليه القرص. مظبوط. فدي واساسا دي كلها علاجات مؤقته، والمريض بيقعد سنين طويله عنده المشكله، فمش يقعد بقى ينفع كل شويه ياخد العلاج، لانه بياخد علاج للعرض السبب لسه موجود. نعم. تمام. العلاج التحفظ التدخل المحدود اللي احنا بنعمله اللي هو التدخل بالتردد الحراري، احنا بندخل بابره بنعمل اذابه للعصب السمبساوي اللي هو مسؤول عن العرق. التدخل ده هو يعني زي ما بقول لحضرتك بندخل بابره، فالاعراض الجانبيه تكاد تكون منعدمه، هي مجرد بس ممكن يحصل عرق تعويضي بعد موضوع الحقن بالتردد الحراري دوت، يحصل عرق تعويضي في منطقه الجذع الصدر والبطن، وده بيقعد اسبوعين لثلاث اسابيع بالكثير وبيروح لوحده، ما بتبقاش مشكله خالص. طب نوضحها للساده المشاهدين النقطه دي. نعم. هو احنا بعد ما نعمل تدخل المحدود العرق المشكله اللي كانت موجوده بتنتهي. حلو. في اليدين وفي القدمين وتحت الابط. كويس. الجسم طبعا متعود ان يطلع كميه كبيره جدا من العرق، فجاه انت وقفتها له، فبالتالي بيحصل تعويض، العرق بيزيد في الجذع منطقه الجذع، ده مش مستديم، ده بيقعد مثلا بالكتير 3-4 اسابيع وينتهي لوحده خالص وبيقف. تمام. بيرجع لطبيعته خالص، يعني يبقى العرق في اليدين والقدمين والجسم كله طبيعي، ما فيش فيه اي مشكله. طب الطريقه دي مش ممكن تبوظ المنظومه بتاعه الجسم في ناحيه الاعصاب؟ انت بتوقف دلوقتي عصب معين اللي هو مسؤول عن التعرق او زياده التعرق. تمام. طب اللي هي نسبه التعرق الطبيعيه. كويس جدا. هو احنا بنوقف النشاط الزايد في العصب. الزايد بس. نعم. لكن الانسان بيتعرق التعرق الطبيعي. التعرق يعني بيرجع مره ثانيه اللي هو التعرق اللي ممكن اي انسان طبيعي يتعرق. مظبوط كده. تمام. فبيبقى انسان طبيعي خالص بعد كده، وبتريح له المشاكل اللي موجوده كلها، اللي هو كان قد يكون في تسلخات في الجلد او في مثلا بعض الالتهابات الفطريه او كده، فدي بتنتهي القضيه دي كلها. جميل. النوع الثالث اللي هو التدخل الجراحي. ان بندخل بالمنظار داخل الصدر وبنعمل اذابه لنفس العصب اللي احنا بنعمله بابره. دي من الطرق القديمه. هي حديثه وطريقه كويسه جدا وليها دواعي استخدامها. تمام. بس الابره دي احدث حاجه، ان انت هتخش على العصب دي بالابره دي احدث حاجه في العلاج. احدث حاجه واثبتت نتائجها، يعني تقريبا النجاح بتاعها 95%، ونجاح يعني نسبه كبيره جدا 95%، ونجاح المنظار تقريبا 90-95% برضه، ده المنظار الجراحي. ولكن هو عنده مشكله المنظار الجراحي، قلنا زي ما قلنا بيحتاج طريقه معينه في التخدير، ان هي انبوبه حنجريه اسمها ذات مجريين هوائيين، والانبوبه الحنجريه دي احيانا السن الصغير ما بتبقاش موجود المقاس دوت اصلا خالص، فبالتالي الجراح نفسه السن الصغير بيأجله لحد ما يكبر. تمام. كمان العرق بتاع القدمين ملوش حل جراحي، ملوش الا الحل دوت اللي هو حل بالابره. انت بتخش على العصب اللي هي الطريقه الجديده، على العصب اللي في المنطقه بتاعه الفقرات القطنيه. جميل. العصب السمبسي، فده الحل الوحيد ليه، ملوش حتى حل جراحي. الطريقه الجديده كلها مميزات. فالحمد لله، يعني هي ماشيه كل حاجه. دكتور احمد حجاب استشاري علاج الالم، عايزين بقى نعرف من حضرتك بقى العلاج الجديد ومدى فعاليته، يعني بنتكلم عن حاجه جديده كل الساده المشاهدين حتى اللي بيشاهدونا دلوقتي ممكن يكونوا بيسمعوها لاول مره. تمام. زي ما دكتور أسامة يحيى قال ان النتيجه دي فعاليتها 95% وتكاد تقارن بالجراحه باقل، بنسميها بنسبه خطوره اقل. فهو النتيجه زي ما قلت لحضرتك بتبان جوه العمليه، العيان بيطلع من العمليه ايده ناشفه، واخد بال حضرتك؟ الميزه ان هو بعديها بساعه ساعه ممكن يكون متحرك وخارج من المستشفى، يرجع لحياته الطبيعيه
احنا برضو عارضين للساده المشاهدين صور موضحه. دي صور جهاز الاشعه التداخليه واحنا بنشتغل مع المريض في العمليات. ده مجرى الابره ليه مكان محدد علميا احنا عارفينه مسبقا، بحيث ان انا التب او نهايه الابره تبقى واقفه على الضفيره العصبيه والابره كلها معزوله، بحيث ان انا مش هكوي لا في الجلد ولا في العضلات اللي تحت، هو يا دوبك هيكوي سن الابره اللي بيكوي الضفيره العصبيه بالظبط كده. هي دي اللي هي متعلم عليها في الصوره، متعلم عليها دي، هي دي الابره، هي نفسها طرف صغيره يعني حتى الابره إبنة صغيره خالص. ده حقيقي. تمام. ده في الانتروبستير فيو او الصوره الاماميه خلفيه، في لاتر فيو في صوره جانبيه اتاخد عشان احدد مكان الابره بالظبط، وبكوي مكان العصب خلاص. انا المريض بيطلع بعد العمليات بقول لحضرتك جوه العمليه ببقى عارف من ارتفاع درجه الحراره اليد وان هي نشفت خلاص ان العمليه نجحت، وساعه زمن المريض بيطلع بره المستشفى. جميل. دكتور احمد حجاب، استشاري عاجل الالم، يعني الطريقه الجديده كلها مميزات، سرعه في النتائج، حضرتك بتقول لي بعد ما بيطلع من العمليه مباشره المريض بتختفي الافرازات وزياده الافرازات الموجوده في اليدين. طبعا. كمان حضرتك قلت لي انها طريقه سهله، بمجرد ابره بتخش وبتطلع بتبقى الموضوع كله منتهي. كمان من الميزات اللي حضرتك قلتها ان هي لكل الاعمار، سواء كان طفل او شاب او كبير. تمام. نخش بقى على الجانب الآخر وهي الأعراض الجانبية. هل ممكن متوقع أن بعد حدوث هذه الطريقة الجديدة أن يحصل أعراض جانبية أو يحصل تأثيرات جانبية لهذا المريض؟ طبيعي. أي تكنيك ممكن يبقى ليه أعراض جانبية، بس زي ما قلت لحضرتك في الأول أن ده عملية تداخلية محدودة، يعني أنا ما فيش فتح جراحي، يدوبك إبرة بتدخل من الجلد للمكان المحدد ونكوي، فالأعراض الجانبية بتاعتها تكاد بالمقارنة بالأعراض الجانبية للوسائل التقليدية تكاد تكون قليلة. نسبة التخدير احنا ما بنديش نسبة التخدير اللي خفيفة خالص، يا دوبك العيان حاجة بس تخليه يستحمل البروسيجر. انا اتمنى بصراحة دكتور احمد يعني من كل السادة المشاهدين اللي بشوفوا دلوقتي واحنا عارضين ارقامنا على الشاشة ان هم يشاركونا في برنامجنا طريقة جديدة لعلاج زيادة افرازات التعرق اللي موجودة في اليدين. ودلوقتي الدكتور احمد حجاب استشاري علاج الالم بيقول لنا مدى الاعراض المتوقعة الجانبية اللي ممكن تحدث للمريض. تمام. وارد من دخول الإبرة يحصل شوية آلام مكان دخلة الإبرة في العضلات اللي أنا داخل فيها، بس مفروض المريض واخد مخدر يعني واخد مخدر. أنا بتكلم الآلام ساعتك اللي بعد العملية، هو بعد أثناءها العملية. هو مش حاسس بحاجة طبعا. تمام. واخد مخدر. الآلام اللي ممكن نشعر بها بعد العملية، طبعا الآلام دي بمقارنة بالجراحة طبعا تكاد تكون يعني قليلة جدا، عامله زي حقن عضل بديها بس ايه محدده الاتجاه. او انت كده هتفرح الستات اللي بيشاهدونا يعني ان الموضوع ما فيهوش الم، ما فيهوش الم، نسبه الالم تكون فيه قليله جدا. كويس. والاذابه العصب او الحراره اللي ممكن نعملها على العصب، ساعات العيان بيحس بفتره الم بسيطه، هي دي الاعراض اللي ممكن اللي احنا شفناها. لكن غير كده المريض في مرضى ساعه زمن بيبقى المريض واقف على رجله وبيسلم عليه ويقول انا تمام عايز يخرج، عاوز يخرج من المستشفى. جميل. فتكاد تكون الاعراض يعني بالنسبه ما فيش خطوره في التخدير او اعراض التخدير، ما فيش الابروتش نفسه ما فيش خطوره فيه، الا في فتح جراحي، هي المتابعه العاديه بس بعد العمليه، لكن ما فيش غرز هتتفك او ما فيش المشاكل اللي بنشوفها مع العلاجات التقليديه اللي كانت قبل كده يعني. جميل. طيب دكتور اسامه يحيى استشاري علاج الالم، عايز نعرف حضرتك المريض قبل ما يخش العمليات هل انتوا بتجهزوه بادويه معينه، وهل بعد انتهاء العمليه برضه بياخد ادويه معينه بيمشي عليها الفتره، ولا هي مجرد ابره بتخش لعلاج هذا السبب وبينتهي الموضوع؟ نعم. هو المريض قبل دخول العمليات ما فيش علاج، يعني ما فيش حاجه خاصه بياخدها الا باستثناء مثلا ممكن مهدئ بسيط قبل ما يدخل العمليات عشان تبقى نفسيته هاديه وما فيش ده لو هو متوتر او خايف من رهبه العمليه نفسها. تمام. لو هو متوتر وبيبقى طبعا يعني صايم عشان هو كده كده بياخد مهدئ فما يبقاش فيه امكانيه للترجيع او كده. جميل. الحاجه الثانيه بعد العمليه بعد التدخل ده هوت بنكتب له مضاد حيوي، بياخد مضاد حيوي لمده يومين او ثلاث ايام بس بالفم، ودواء مضاد لالتهابات الاعصاب اللي هي زي ما دكتور احمد قال انه ممكن يحصل شويه الم بعد الحقن، فده بيبقى مضاد لالتهابات الاعصاب ومضاد ايه حيوي بس كده، يعني يومين ثلاثه علاج وخلاص. يعني الموضوع بسيط يعني. جدا. تمام. طيب دكتور احمد حجاب، طيب احنا هناخد اتصال معانا.
استاذ احمد اهلا وسهلا بيك في الصالون الطبي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. منور انت وضيوفك يا دكتور. بقول لك يا دكتور بالنسبه ل انا عندي زياده افرازات في العرق وكده تمام ايد وفي الرجل. ايد ورجل تمام. جربت كريمات كتير وبرده مفيش فايده. تمام. طيب استاذ احمد هو التعرق ده معاك من الطفوله ولا لسه مجرد التعرق ده في الفتره الحاليه؟ هو يعني الموضوع ده يعني شغال معايا من صغر كده. تمام. ست سنين كده. دكتور اسامه دكتور احمد لو تحب توجهوا اي سؤال للاستاذ احمد. في حد في الاسره عنده؟ كنت عايز اسال برضه يا دكتور بالنسبه ل الاكل ليه علاقه بالعرق؟ تمام سؤال مهم. تمام. طيب احنا شكرا ليك استاذ احمد على اتصالك. الحقيقه سال سؤالين مهمين، موضوع زياده افرازات التعرق اللي في اليدين وكمان الاكل المرتبط، هل في اكلات معينه ممكن انها تزود التعرق؟ فعلا في اكلات معينه معروفه انها بتزود التعرق، اللي هي الاكلات او المشروبات اللي بتحصل بتنتج عنها تهيج لجهاز العصبي. مثال بسيط، القهوه اللي بنشربها على طول دي، على طول يعني اشرب القهوه احس ان انا فقت والجهاز العصبي بتاعي حصل فوقان وبلاقي نفسي العرق بيزيد. مشروبات زي الميه بتزود ولا بتقلل؟ لا الميه مش طبيعي ان انا لو هشرب ميه كتير وفي جو حر طبيعي ان انا هحرق اكتر من من الوضع الطبيعي. انا بتكلم عن مثلا زي المشروبات زي القرفه الجنزبيل، الحاجات دي معروفه ان هي هو معروفه بتدي طاقه، بتدي طاقه وبتعمل عرق. طب الحاجات اللي فيها نسبه ملح كتير زي اللي انت عارف مصر الفسيخ والرنجة سبايسي، الحاجات السبايسي وارد ان هي تزود العرق وتزود الحرق. اي حاجه بتزود البيزل ميتابوليك ريت او بتزود الحرق سواء ماكولات او مشروبات طبيعي ان هي تزود التعرق. معنا اتصال استاذ محمد اهلا وسهلا بيك في الصالون الطبي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا باشا احنا كنا عايزين نسال الدكاتره، عندي وجع في ظهري على طول ما بيسيبنيش، يعني في ظهري الام باستمرار. الوجع في الظهر بس ولا الظهر والقدمين او الرجلين؟ طيب هو دكتور اسامه بيسالك الالم في الظهر ولا في الظهر والقدمين؟ لا الظهر وشد كده في ظهر في رجلي من تحت. تمام. الالم ده بيزيد لما بيوطي ولا لما يفرد ظهره لورا كده؟ استاذ محمد دكتور اسامه بيسالك الالم بيزيد وانت موطي ولا لما بترجع بظهرك لورا؟ لا اما بوطي. لما بيوطي اكتر. حضرتك عنده كام سنه؟ كام سنه يا استاذ محمد؟ انا عندي 41. عملت اشعه بالرنين المغناطيسي يا استاذ محمد قبل كده؟ عملت من 6 شهور وقالوا لي في انزلاق خفيف. تمام جميل. اللي هو غالبا اعراض اللي عند حضرتك دي نتيجه حاجه بنسميها ديسكوجينيك بين، يعني الم طالع من الغضروف نفسه، يعني المشكله عندك داخل الغضروف، وده احيانا في اوقات كتيره قوي بيحصل مع الغضروف البسيط زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط. وده ليه علاجات كتيرة بالتدخل المحدود اللي احنا، بس احنا الحلقة دي بنتكلم عن التعرق ان شاء الله. من الاسبوع الجاي هيبقى في حلقات كتيرة عن الام الظهر، وهنبدأ في سلسلة حلقات عن الام الظهر وعلاج الغضروف بالتدخل المحدود اللي احنا بنشتغله. جميل. احنا بنشكر استاذ محمد على اتصاله، وبرضو من الحاجات كده المهمة جدا موضوع الالم، فعايزين ان شاء الله كده نخصص حلقة عن موضوع الالم المزمن اللي هو بيبقى المريض اكتر من 3 شهور وبيعاني ولا يزال على نفس الالم. نرجع لموضوع حلقتنا وهو زياده افرازات التعرق اللي في اليدين، وكان الدكتور احمد كنا بنتكلم عن الحاجات اللي ممكن انها تسبب الاطعمه والمشروبات اللي بتسبب التعرق. فكنت بسال حضرتك على موضوع الملح. الملح الملح الطبيعي ان هو بيزود الضغط، والملح طبيعي ان هو بياخد معاه ميه من الجسم، فوارد جدا ان هو يزود التعرق مع زياده الملح. اي اطعمه او مشروبات بتزود الجهاز العصبي او بتعمل ستيميوليشن للجهاز العصبي بتاعنا وارد جدا ان هو يعمل تعرق. زي ما قلنا في اول الحلقه سبب زياده التعرق تهيج في الجهاز العصبي وبيزيد مع التوتر. انا لما ابقى انكشس او ابقى متوتر طبيعي ان التعرق بيزيد، فاي حاجه هتؤدي للفوقان ده زي القهوه زي النسكافيه زي الشاي زي اي حاجه من الحاجات اللي بتؤدي لهذا زي السبايسي فود، الاكل اللي عليه بهارات كتير طبيعي ان هو يزود التعرق.
فتره الصيف يزود في التعرق. العيان بيبقى الطبيعي ان هو بيعرق على طول، لكن في فترات معينه يعني المريض يدخل يقول انا التعرق بيزيد لما ابدا يبقى فيه ستريس او فيه امتحان او حاجه، زي ما الدكتور اسامه تفضل وقال ان اثناء الاجابه على الامتحانات تلاقي التعرق اكتر من الطبيعي. اي علاقه صحيح. طيب دكتور اسامه يحيى، استشاري علاج الالم، احيانا بيبقى التعرق في احد اليدين، ايد بس هي اللي بيحصل لها تعرق شديد والايد الثانيه طبيعيه. هل طريقه العلاج الجديده اللي هي عن طريق الابره واللي كنا شرحناها للساده المشاهدين، هل بتنفع في هذه الحاله ولا ليه طريقه اخرى؟ هو التعرق في يد واحده بيبقى علامه، لان غالبا بيبقى في سبب ثاني للتعرق، يعني ممكن يكون في سبب في الاعصاب او سبب في الغدد الصماء. طيب معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي في الصالون الطبي. اهلا يا دكتور. اتفضلي، معاكي الدكتور اسامه والدكتور احمد، اتفضلي سؤالك. انا والله عندي اخر فقرتين في ظهري من فوق خالص، عندي رقبتي كده تعبيني شويه. واخدت علاج وبرضه زي ما انا كشفت عنده. طيب يبدو ان الاتصال اتقطع. طيب الحاله دي هيبقى ايه تشخيصها وازاي نقدر نساعدها في العلاج؟ هي يعني الحاله غالبا طبعا الام الظهر كلها، سواء كان في الرقبه او في الفقرات الصدريه او في الفقرات القطنيه، طالما الم مستمر اكتر من 3 شهور والمريض عمل اشعه بالرنين المغناطيسي، وفي بنشوف الاول اشعه بالرنين المغناطيسي. طيب هناخد اتصال الاستاذه ايمان. اهلا وسهلا بيكي في الصالون الطبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا لسه بس كنت بتفرج على البرنامج وانا لسه جايه من عند الدكتور، وكنت عامله رنين على ظهري، ظهري على طول بقى لي سنتين ظهري بيوجعني. تمام. فكنت عايزه استفسر عن التدخل المحدود اللي كانوا بيتكلموا عنه. جميل. طيب شكرا جدا على سؤالك دكتور احمد حجاب. بالنسبه لالام الظهر احنا بنبدا مع المريض من الاول خالص بان احنا بناخد منه تاريخ مرضي، يعني نبدا نتكلم على الالم والالم بيجي لك امتى، الصبح وبالليل، زي ما الدكتور اسامه تفضل الالم بيزيد معاك وانت بتتني نفسك ولا انت بتفرد ظهرك، بعديها بيحصل كشف طبي دقيق من اول. طيب الطريقه الجديده بتنفع في هذه الحاله ولا ما تنفعش؟ الطريقه الجديده تنفع في الـ في الـ في التعرق، لكن نفس الجهاز التردد الحراري ده بينفع في علاج الالم طبعا في كل. جميل. طيب هناخد اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. من فضلك اقدر اكلم الدكتور؟ اتفضلي. انا دلوقتي الدكتور انا فهمت منه ان التوتر بيسبب زياده في التعرق، طب هل التوتر بيسبب زياده في نشاط المثانه؟ يعني انا رحت كشفت عند اكتر من دكتور نساء، وانا عمري 46 سنه وعندي ولدين بس، فانا الدكتور قال لي ان المثانه نشطه، انا يعني المشكله اللي عندي ان هي اقل كميه بول في المثانه، بحتاج ان انا ادخل الحمام، والموضوع ده بقاله سنين طويله، وبعدين اخر مره اداني الدكتور علاج وقال لي استمر عليه لمده 3 شهور، هو مشكلته بس ان هو بيعمل جفاف في الفم، فهل القلق بيسبب عدد مرات التبول؟ تمام، سؤالك جميل جدا بنشكرك عليه. دكتور اسامه يحيى، هو ده طبعا في التوتر بيزود برضه نفس المشكله، بيزود نشاط المثانه البوليه وبيخلي المريض يدخل الحمام بصوره كبيره. في ناس كتير يقول لك انا مجرد ما بشرب بق ميه بخش الحمام مباشره عشان يعمل عمليه التبول. وفي حاله مرضيه اللي هي بيبقى فيه نشاط زائد في العضلات بتاعه المثانه البوليه، اي كميه بول بتتجمع في المثانه يبقى المريض عاوز يفضيها على طول. تمام. طب ودي كويسه ولا وحشه؟ لا وحش طبعا، هي دي كده صعبه صعبه، حاجه خلاف الطبيعي. الطبيعي ان المثانه تتحمل كميه معينه من البول، بعدها مراكز التحكم في المثانه البوليه تبدا تشتغل، يعني مش كل ما المريض يبقى فيه شويه بول صغيرين يبقى عاوز يعمل حمام، فبالتالي يبقى لازم يكون المثانه تتحمل حجم معين من البول موجود داخلها. جميل. بحيث ما يبقاش الموضوع على طول يعني، ودي حاله يعني ليها بعض التدخلات بالحقن برضه بالتردد الحراري، تنشيط بعض الاعصاب في القدمين ممكن تقلل الحكايه دي، بس يعني تاثيرها قد يكون مش 100% لسه تحت الاختبارات. طب موضوع بقى الام العمود الفقري، واتطرح حتى من احد المتصدرين في برنامجنا النهارده، وهو الالام العمود الفقري. انت عارف يعني النهارده بقت نسبه كبيره جدا من الناس بتعاني من الام في العمود الفقري، وخصوصا الناس اللي بتعمل اعمال مكتبيه او بيسوق فترات طويله دايما بيبقى عندهم الام في اسفل العمود الفقري. تمام.
احنا زي ما قلت لسعادتك قبل كده بنبدا معاهم بتاريخ مرضي، ان المريض بتكلم معاه 10 دقائق ربع ساعه، بحاول اخد الهيستوري بتاعه من اول ما بدا الالم ده معاه، بيزيد امتى، بيقل امتى، بيسمع فين، الالم ده بيزيد مع القعده ولا مع الوقفه اكتر، ولا بيتالف في السرير الالم موجود، لما يجي يمشي مسافه طويله الالم بيبقى موجود ولا لا. بعد كشف طبي دقيق بحاول اشوف اسباب الالم. العمود الفقري بيبقى فيه انسجه كتيره ممكن تبقى هي السبب في الالم، منها زي ما الدكتور اسامه تفضل الغضروف نفسه لوحده بعيد عن العصب اللي وراه هو ممكن يبقى سبب للالم. طيب دكتور احمد احنا عايزين نخصص حلقه للموضوع ده، موضوع كبير الالم بالظبط، يعني مش هينفع نختصره فيها في هذه الجمل البسيطه. الحقيقه انا في نهايه حلقتنا النهارده من برنامج أسرنا الطبي بشكر الدكتور اسامه يحيى استشاري علاج الالم، شرفتنا دكتور اسامه، كمان بشكر الدكتور احمد حجاب استشاري علاج الالم، نورتونا في برنامجنا أسرنا الطبي. انا بتمنى من كل الساده المشاهدين اللي شاهدونا النهارده وقارنا لهم ما بين الطرق المعتاده في علاج افرازات وزياده افرازات العرق في اليدين، وكمان قارنا بالطريقه الجديده وهي الطريقه السهله والابسط واللي نتائجها بتتم تكون سريعه وفي نفس الوقت النتيجه بتبقى فعاله بتوصل نسبه 95%، ان احنا بهذه المقارنه البسيطه نقدر نكون وصلنا لكم معلومه مفيده ومهمه تقدر على اساسها تاخد القرار ولانهي طريقه تتبعها. الى هنا بشكركم اعزائي المشاهدين ونلقاكم ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعه 6 مساء وحلقه جديده من برنامجكم الصالون الطبي، فالى اللقاء.